مشكلة عليك. طيب خلينا نرسم هذه بشكل مرتب. إذا رفع عندي أنا هون هاي الفولتج سورس. الفولتج سورس إيش رح نأخذ منه؟ هاي الفولتج هون، هاي عندي هون لود، ممكن يكون ريزيستيف وممكن يكون ريزيستيف اندكتيف. ودخلنا على تو اس سي ارز، هاي الاس سي ار الاول والاس سي ار الثاني، راح نسمي هذا اس سي ار 1 وراح نسمي هذا اس سي ار 2. وعلى فكره هذول راح يكون في امبارل معهم سنابرز، بس انا ما فرجيت السنابرز هون. ايش الهدف من السنابرز؟ تذكرين حكينا؟ السنابر الشيء الرئيسي حتى يمنع الدي في على دي تي. شو كان خطوره في الدي في على دي تي؟ بتعمل سبيرس، سبيرس يعني بتعمل تريجرنج في الوقت اللي ما بدي اعمل فيه تريجرنج. فالسنابر سيركت ان بارلل مع الاس سي ار بتمنع دي في على دي تي انه يتجاوز فاليو معين. هي الدائره اكتملت عندي هون، طلعنا من هون ايش الاطراف اللي طلعناها. هلا شوفوا رح ارسم بلون مختلف، رح ارسم هون بلون مختلف الدائره الفاري، رح احطها بالاحمر، هاي رح اسميها فايرنج سيركت. وراح نرسم دائرة ثانية كمان هون راح اسميها فايرنج سيركت. وحتى نأكد انها اوبتو ايسوليتد راح احط هون خط مقطع او سنتر لاين. نحي هاي الـ SCR2 وراح احط هون كمان خط مقطع. هذا راح اكتب هون كلمة اوبتيكال ايسوليشن. هون نفس الشيء، هذا الخط بيمثل الاوبتيكال ايسوليشن. وكمان راح يكون في عندي دائره صغيره عشان تعطيني الباور سبلاي لكل واحدة من هذول. فهون راح يكون في عندي فولتج سورس، راح احطه بس هيك بالاخضر. في فولتج سورس للدائره السكندري هاي، لانها ما راح تشتغل بدون فولتج سورس. وهاي نفس الشيء بدها فولتج سورس حتى تقدر تشتغل وتعمل. والابلايز للجيت ما بين الجيت والكاثود، والجيت والكابل. هلا هاب راح لازم يكون في عندي هلا سينكرونايز 6 بلس، سينكرونايز 2 بلس جنريتر. وراح احط السينكرونايز 2 بلس جنريتر راح احطها هون سينكرونايز، ما راح اكتبها كامله، سينكرونايز 2 بلس جنريتر. لازم يدخل للسينكرونايز 2 بلس جنريتر، ايش لازم ادخل له؟ الفا. ادخل له سينكرونايزنج سيجنال اللي هي الفي. فهذول التو تيرمز راح يدخلوا عندي هون، والهدف منهم اني اطلع الزيرو كروسنجز. وكمان لازم يدخل عندي على هاي الدائره الفا. وهون احنا مفترضين انه الفا نفسها للبوزيتيف سايد والنيجاتيف سايد. كم سيجنال راح يطلع عندي الان؟ تنتين. في سيجنال راح نسميها مثلا A وسيجنال B. سيجنال A راح تيجي عندي على الدائرة هاي اللي هي سميناها الفايرنج سيركت، وطبعا هي سيجنال راح تيجي كفولتج، مش هيك؟ مفهومها تيجي. ونفس الشيء عندي هون راح تيجي سيجنال بي. واضحة هاي الدائرة؟ والخط هذا أكد لي إنه في عندي هلا المايكرو كنترولر. وين راح تكون لو في عندي مايكرو كنترولر؟ المايكرو كنترولر راح تتكون من هاد زائد الجهة هاي، أو في انترفيس مثلا هاي ممكن تكون مايكرو كنترولر رايحة هون على انترفيس. الفايرنج سيركت هاي الجهه تبعتها تاخذ نفس الباور سبلاي تبع المايكرو كنترولر، وهاي الجهه منها بتاخذ نفس الباور سيركت تبعت. بس هذه الجهه من الفايرنج سيركت وهاي الجهه من الفايرنج سيركت معزوله تماما كهربائيا. يعني هذا الخط شايفين هذا السنتر لاين الاسود، ما فيش ولا ارتباط كهربائي ما بين هاي الجهه وهاي الجهه، او ما بين هاي الجهه وهاي الجهه. طب كيف بتنتقل المعلومات؟ اوبتيكلي او عن طريق بلس ترانسفورمر. مرات بنستخدمه بلس ترانسفورمر صغير. الكل فاهم هاي النقطه مهمه جدا. فلما تيجي تبني اذا ما عملت هيك رح يصير في اول شيء عندي شورت سيركت بين هون وهون، ورح يصير في نويز هائل بيجي من الهاي باور سيركت لللو باور سيركت اللي موجوده هون. كيف راح اقرا الفولت؟ كمان هون راح يكون في عندي على فكره اوبتو ايسوليشن. لما بدخل انا الفولتج من هون مزبوط، مش هذا الفولتج ايش هون مثلا ممكن يكون 230 فولت، ما بصير ادخل 230 فولت على البيك. شو بده يكون عندي؟ بده يكون في كمان ايسوليشن ايسوليشن سيركت، ونفس الشيء راح يكون فيها اوبتيكابلر. يعني هون المفروض يكون عندي كمان سيركت، راح يكون في كمان الخط السنتر لاين الاسود، وهذا هون اوبتو ايسوليشن راح يعمل ايسوليشن ما بين الفولتج هون. هلا ممكن هذا يكون ترانسفورم، والهدف منه ما بدي انا الفولتج، بدي بس سيجنال تعطيني الزيرو كروسنج تبعت السيركت. طبعا هون هذا هون فولتج سورس اي سي فولتج سورس،
وهذه هون في ار ام اس، وهي الاوت اوف فولتج راح يروح عندي على اللود وراح يتغير حسب الفارنج انجل اللي موجوده. في اسئله على هذا؟ بالنسبه